كان يا مكان في قديم الزمان كان في والي بالشام اسمه خسرو، وكان عند هالوالي طبع خاص، طبع خاص، وأوامره كانت قاسية مثل الرصاص. لا بيعرف مزح ولا بيحب الضحك، والكل كان يهاب منه لأنهم ما بيعرفوا إمتى مزاجه رايق أو إمتى مزاجه معكر. وبيوم من الأيام بقى سيدي كان قاعد هو ومرته عم يتجاذبوا أطراف الحديث. والله يا خسرو في بتمي حكي، بس بصراحة خايفة بقى هالبحصة. والله إذا كان كلامك مزعج يا ناظلي بلا، وإذا كان ممتع ومبهج هاتي سمعيني يا. هو مو مزعج لهالدرجة، يعني بإمكانك تقول نقد أو ملاحظة. بخصوص مين؟ بصراحة بخصوصك، يعني إذا كنت أنا مرتك وما نبهتك مين بده يتجرأ وينبهك؟ هاتي لشوف سمعيني. حبيبي خسرو، أنت الله بعدي اسمه، وهبك السلطان والجاه والقوة والسلطة. إيه بس مو معنات هالشي إنك تبطش بالناس وتظلم الرعية، يعني مو حلوة مشان سمعتك وسمعت الأسرة العصملية. شو هالحكي يا ناظلي؟ هلأ أنا هيك؟ أنا ببطش بالناس؟ معلش يا حبيبي لا تتضايق، بجوز أنت مالك حاسس على حالك والشغلة ماشي بدمك بالوراثة. شلون بالوراثة بقى؟ شو شلون حبيبي؟ يعني جدك الله يرحمه، يعني بلا مؤاخذة، خوزق جد جدك على الخازو وهو بالبيجامة واستلم الحكم بداله، وعمك الله يرحمه ويغفر له بطش بجدك وبعت له مين يخنقه بالمخدة وهو نايم بعد الظهر بجنينة، وأبوك الله يسامحه ويصطفل فيه إلهي راح مع عمك أغلوباش على السيران بخليج البوسفور ودفشوا على البحر وغرقوا، وعمك نظمي باشا جوع كلبه المصاب بالكلب 10 أيام وفلتوا على أبوك وهو عم يتفرج بالعرس على رأس السماح. مزبوط ولا لا؟ صحيح، بس أنا معناها ما عم أجيب شي من عقلي، كل الناس بيعرفوا هالشي. يا ناظلي هي اسمها سياسة بتفرضها مصالح البلد. بعدين لا تنسى الوراثة من ناح أمك. هلأ لا تجيبي سيرة أمي للنص؟ الله يرضى عليكي، الله يرحمها ويحسن إليها وينفعني من رضاها. ما اختلفنا، بس امك زهرية خانو حطت عقرب اسود بسم بسبع عقاب بفرشة ضرتها ناريمان وكانت نهايتها المسكينة، وخالتك شهناز خانو نزلت بوصيفتها الصغيرة شيرين ضرب بالأبائيب وهي بالحمام لأن جوزها حط عينه عليها وكسرت لها ضلوعها وقالت انه سقف الحمام هبط عليها. بقى اللي بقصده انه القسوة وفقدان الرحمة طبع من طبع عيلتك، أنا خايفة عليك تمشي على هالطريق. يا ناظلي هالوقائع كلها شخصية وفي وراها أسباب سياسية مهمة، وكل اللي صار كان لازم يصير مشان مصلحة السرايا يا ناظلي. ومشان مصلحة السرايا حبست عمك بمستشفى المجانين وهو أفهم واحد شافته عيني؟ ولك يا ناظلي لو ما عملت هيك كان ممكن ياخد مكاني ويقعد على الكرسي يلي قاعد عليه، وما كنت صرتي هلأ مرت الوالي خسرو يلي كل الناس بتأتمر بأمره. يعني هاي بالتركي الفصيح اسمها سياسي، فهمي يا ناظلي بقى، فهمي يا أرجوكي. حبيبي خسرو السياسة مو معناها أنك ترهب الناس وتبطش فيهم، السياسة بعمرها ما كانت ظلم واضطهاد لمعشر العباد، بالعكس أنا بفهم السياسة على أنها ذكاء ومناورة وشطارة ومداورة وتشغيل العقل والمخ باللطف واللين والمرونة والاستيعاب، والحاكم العاجز هو اللي بيلجأ للترهيب والإرهاب. يا ناظلي أنت عم تظلمين كتير بكلامك، وأكبر دليل على هالظلم هاد قعدتي بالسهرة قدامك. ما فهمت عليك شو بتقصد؟ يعني معقول كون لطيف معك وجفس مع غيرك؟ معقول كون بوشين ولسانين؟ ليش لا؟ هاي مستشارك جميل، قدامك شكل وبقفاك شكل. هلأ عم تشبهيني بمستشاري هالبغل؟ يعني اللي بقصده حبيبي انه انت مو لازم تكون لطيف مع عيلتك وقاسي مع شعبك،
لأنه شعبك وعيلتك الكبيرة تبعك. بعدين بصراحة أنا بعمري ما شفتك ضحكان، لا معي ولا مع موظفين الديوان ولا حتى مع مراسيل السلطان، ويا من تراك حاطت العقدة وكأنه السياسي أو الحاكم بينزل قدره إذا ضحي، أو لازم يعني يكون في عداوة بينه وبين المزح وخفة الدم. بالعكس يا نازلي، بالعكس، أنا بحب الضحك والكركرة كتير، وروح قلبي شوف الناس ضحكاني. حتى أني لما تزاولت من مصطفى بيك مستشاري السابق سعيت له بموته من أحلى ما يكون. ما بتتذكري نازلي؟ لا، لأنه ما كنت متجوزني وقت كان عندك هالمستشار. يا ستي القصة بالمختصر، مصطفى الله يرحمه مستشاري السابق كان يعاندني كتير ويوقف بوشي بالشاردة وبالواردة، ولهالسبب حبيت عاقبه هيك يعني عقاب لطيف. فما كان مني إلا أني بعت له 4 زلم من حجابي شلحوا أواعي ونزلوا في كركرة من خواصره وتحت باطاته وهو عم يفرق بين إيديه ويضحك مثل الطفل. وبعد نص ساعة من هالعقاب اللطيف فرط قلبه، طقت مرارته من كتر الضحك طبعا، وودع الدنيا وتمه مفتوح. عبس، ما رح أفهم عليك بعمري ولا رح تفهم علي بعمرك، ويمكن رح نضل هيك لحتى اندفس أنا بقبري وجنابك تلتحش بقبرك. المهم شو بدك مني ساوي هلأ؟ وشيت إنك تحريلي بدني حتى طلقك، ما لي ناوي نتطلق. ومين جاب سيرة الطلاق؟ أنا كل اللي بدي إياه منك إنه يكون عندك مقدرة على التسامح والمغفرة، وإنه يكون عقابك على قد الذنب. يعني مو ضروري تعمل من الحبة قبة ومن الزبيبة خمارة. مو بإيدي يا نازلي، أنا ما بحب الزاحلي. ماشي الحال، رح حاول وإن شاء الله أقدر. إيها هلأ أنت حبيبي وتاج راسي ومولاي، تشرب من ليسي؟ ما في مانع. من عيوني يا نفيسة، هاتي كاسة من ليسي. جاهزة ستي، عم بنتظر تناديلي. ايه ورصاص ورصاص، يخلع رقبتك خلع. مالك طاس بعيونك؟ قسما بالله لولا كرامة ستك كنت مصعت راسك مصح وعلقتك من ريف شفونك. روحي لك. اسف حبيبتي، ما في داعي على بعضنا نعتاب، هيك طبعي بيموت الزمار وايده عم تلعب. المهم يا إخواني وحبايبي وربعي، مرة سألوا الغراب وقالوا له ليش بتسرق الصابون؟ قال لهم الأذى طبعي. منكمل ومنقول حاول هالوالي كتير إنه يعدل مساره كرمال مين؟ مرته الصغيرة. ولا تستغربوا هالانجراف هذا من الوالي تجاه مرته، لأنها كربوجة كتير ومنيح منها يلي هاضمته منيح. وقالوا من زمان يا بسمار ليش بتفوت بالحيط؟ قال لهم من العزم يلي وراي. وقالوا للشيخ يلي صار مهرج، يا شيخنا شو غيرك؟ قال لهم مو بإيدي، ربطوني على الزنبراك. الحاصله مرة هالوالي عمل عزيمة ببيته حتى الناس يدوقوا ملحه ويلحسوا زيته. يا أهلين وسهلين مشيت بيك، بكم جناب المستشار. ما حد شفتك على موائد جناب الوالي، شو الظاهر زعلان منك بعيد من قبالي؟ أعوذ بالله، إذا بدرغ إنه زعل مني جناب الوالي بقتل حالي. لكان وين غاطيت؟ عم بعدي مهمات، شي عن جزيرة وشي لدوحة واصل. شلون شايفتيني يا منظومة؟ إن شاء الله ما بتبلى هالهيئة مثل أكابر السويقة. وإن شاء الله توصيتي بالصفرة، حاكم كل اللي عزمتهم لساناتهم زفرة وما بدي يحكوا علي بالمرة. ولك تقبر عظامي يا خسرو. إيها هلأ صرت تعجبني،
لأنك صرت تهتم بالناس وآرائهم، لأنه بالأول بضيقة صدرك تضيق لهم خلاقهم. تشكري نازلي، بس إن شاء الله أقدر أضحك وأبتسم، لأنه مهما حاولت أرسم الضحكة على وشي إيه ما عم ترتسم. الضرب بالنوايا يا خسرو، أنت حسن نفسيتك وطول بالك على ضيوفك وعشيتك. حاضر نازلي. جلوس جلوس يا حضرات. جلوس جلوس، اتفضلوا يا كرام. مو حلو اعزم عليكم على الطعام. ولو يا مولانا انزلتي بحاله اكون سانه. يا صفرجي، وين الشوربه؟ هيك اصعد هالشوربه بايدك اليسار وبتصب لمولانا الوالي بايدك اليمين، فهمت شو عم اقول لك؟ طيب ليش ما بتروح انت بتخدي؟ والله انا خايف من الفوتيه يا معلم. باخذ من ايدي هالاصعه لاني انا جديد بهالصنعه. لك شبك مرعوب وخايف؟ مولانا لطيف مثل ما لك شايف. بس انا لك شبك مرعوب ومبلبك؟ خلص فوت قوي قلبك، خلصني. والله انا حاسس بعد هالفوتيه بدي موت اشلع موتي. يلا يلا بسرعه بسرعه. اهلا وسهلا بكرام. ربكم يا مولانا. اهلا بعلية الخوم. اهلا وسهلا. تشرفنا يا سيدي. لك صب صب بصحبي خلصني، وحاجه من الريحه تحرصني، حاكم زقزقت عصافير بطني. لك صب صب كمان، شو بك بخيل؟ حاكم شوربت مطبخنا بالطعم ما له مثيل. شو هاد؟ آسف دخيلك يا مولانا، أنا بعتذر عن اللي صار. شو مالك قاصص بعيونك يا حمار؟ اللي عمى بقلبك شو بليد؟ يعني قبل ما تقول مرحبا كبيت على مولانا الشوربة؟ مولانا أنا رح نادي السياف يقص رقبته بضربتين نضاف. يارك يا بغل، معقولة تعمل بمولانا هيك فصل؟ أنا بعمري ما شفت هيك تصرف ولا هيك فعل. نازلي عم تنتظر أوامره ومشيته. وهلأ بعد ما غيرت ثيابك بإمكانك تطلع لأصحابك. شبك ساكت؟ سكوتك مخيف، وأنا لما بشوفك صامت بقول لحالي يا لطيف. نادولي حتى عاقبوا قدام الجميع. صفرجي ولك يا صفرجي، ولك وينك يا وطجي؟ وينك ولك وين رحت؟ تعال شوف. تعال تعال. أبرك جناب الوالي، قرب لهون لشوف. أنا عندي سؤال صغير وبس. تفضل مولانا. ليش دلقت الشوربة على كتافنا حتى زرزبت من اطرافنا؟
مولانا أنا لما أخطيت ودلقت كبجانية الشرب على حضرتك فوراً أدركت بأني ميت من تطليعتك ونظرتك، فقلت لحالي يا شي محرز يا بلا، فقمت قلت يا ولد لبسوا هالطنجرة الشرب على كتافه قدام الضيوف أحسن ما يقولوا قطع راسه من شان سبب سخيف، وبالنسبة إلي يا مولانا مو فارقة معي، فطعم الموت في أمر حقير كطعم الموت في أمر عظيم. أنت شو اسمك؟ اسمي مدبوك يا مولاي. روح يا مدبوك، أنا عافيت عنك لأنه جوابك محبوك وأنا مسرور منك. يا ابو حمدي رائع جدا يعني، شو هيك السهرات يا بلا؟ اي والله. الله يبارك فيكم ويخليكم. ايه سيدي، هلا اجا وقت الغناء. مشي مشي مشي. طيب وحتى ما حدا يخجل منكم راح ابلش انا بالغنية. طيب بدكم تردوا علي جميعا. ماشي الحال. صيد صيد العصاري
تمتم ان شاء الله. انت صدق حلو. هلا رجع الدور لعندك عمي ابو حمدي. ايه ايش بضحك ليه؟ لا بس بخاف تكون انعستوا او مليتوا مثلا. لا 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 قاتل فشل النعاس. انا انعسنا. طيب طيب على عيني وراسي، طالما راي الاكثريه هيك فانا ما عندي مانع ابدا. هذا يا سادة يا كرام، ومع مرور الأيام صار الوالي خسره من أعدل الناس، من أعدلهم حكماً وأكثرهم بشاشة وأرحبهم صدراً، وكله بسبب زوجته الصغيرة نازلي يلي قدرت تتغلغل لصميم قلبه وتغير له من طباعه الزميمة وعاداته اللئيمة. إيه نعم، لكن للمعلومات وللمعلوماتية كان عند الوالي زوجة تانية منزلها بنفس البيت، وكانت على عكس نازلي تماما، يعني أولا أكبر منها عمرا وأقل قدرا وأكثر شرشحة وأشد حقدا، بالإضافة لذلك لا بتعرف تحكي ولا تبتسم ولا بتنحلق ولا بتنجلق، وفوق هالشي بتغار من كل شي، من الصغير والكبير والمقمط بالسرير. ومرة من المرات كانت سهرانة مع الوالي خسرو بمخدعه بينما نازلي مسافرة بالأستانة. هلا هيك بدك تضل داحش لي راسك بهالكتاب يا مولانا؟ يعني على الاقل حسوب حساب لهالقرده اللي سهرانه معك. الحق معك يا افكات، بس الحقيقه انا عم بقرا كتاب عظيم جدا لمؤلف كبير. ومنو هالمؤلف الكبير يلي فضلته عني؟ لا مو قصه فضلته عنك، بس هالمؤلف هاد عم يبحث بالحضاره ما قبل التاريخ وعم يعطينا. اي انعطلطش على خلقته ان شاء الله، قال ما قبل التاريخ. ليكو على هالكذب ليكو، ان احنا ما بنعرف شو صار معنا مبارح لحتى حضرته يجي ويقلنا ما قبل التاريخ. اي بس هذا علامه تاريخي كبير. بلا علمه بلا علامه، يعني كل هالقد شايفيننا جدبان لحتى نصدقهم؟ بالمختصر هدول بدهم يشحدوا كم مجيدي وكم ذهبي رشاديه عن طريق هالكتب السخيفه. لا لا يا افكات لا تغلطي، هالكتب هي بعت لي اياها السلطان واعتبرها أنفس هدية بزمانه هداها. ليكو التاني على هالهدايا البايخة ليكو، يعني لو بعت لك شوية ذهب وفرو جلد إلك ولمرتك مو كان أحسن من هالتهريج الناشف وهالسخافة؟ يا أفكات هي مو سخافة، هي ثقافة. وبصراحة أنا هالكتاب عجبني كتير، ولازم لازم كافئ المؤلف تبعه. كافئ رصاصي رصه، يعني هو بشخبير ونحن مندفع له؟ وين صارت هي؟ ايش هو رقاصة لحتى تكرمه؟ يا أفكات يا أفكات، نحن عم ندفع للرقاصات مثل ما قلتي، ما فتحوا رزق بقى شو عليه إذا هلأ؟ لا تفتح لي كيسك وخليك شانقه، يعني قسما بالله يا خسره، إذا بدرة إنك دفعت له المحتال هاد مجيدي واحد ما تلوم إلا نفسك. عال والله رزق الهبل على المجانين. ما بيصير ما بيصير ما ادفع له يا افكات. بعدين بيقولوا عني بالاضافه لانه عدو العلم بيقولوا عني بخيل وشحيح. تنقال قوالهم الهي يقولوا لحتى يشبعوا. اصلا وينك؟ انا الي معك كلام له اول ما له اخر. وشو هو بقى؟ انه منين عم تجيك نوبات هالكرم مالي عرفانه. ولك يا حبيبتي يا روحي، انت ليش عامل السلم بالعرض؟ طالع من عبك شيء؟ كلها من اموال الخزينه العامه. وليش ما عم تفصل لي مفتاح تاني للخزينه؟ لانه الخزينه هي عباره عن بيت مال، وهالبيت بدي مفتاح لهالبيت، فهمت؟ لك هذا مو مالي افكات، هذا مال الناس. شوف خسرو، انا مالي ولد صغير لحتى تضحك علي، يعني مثل ما عم تعطي الناس بدك تعطيني. لك يخرب بيتك وبيت بيتك، انا مرتك، يعني لازم تفضلني على كل الخلق والعالم، مو تبخل علي. صحيح مرتي، بس انت ما عندك ابداع حتى اكرمك، وما انجزتي اختراع
حتى كافئك. يعني هذا المؤلف تبعك اللي شخبر له كلمتين أحسن مني؟ لا بس. بس يا عيب الشوم عليك، شو إنك أناني؟ صدقني هديك المرة ضربت إيدي على صندوقي مشان أخذ مصاري وأشتري بيت للرقاصة تبعي، قمت ما لقيت. يا لطيف شو انخزيت قدامها، حسيت الأرض لازم تنشق على الفور وتبلعك. تبلعني أنا؟ طبعاً، لأنك أنت السبب. يعني لازم تحط بين إيدي مصاري كتير، لأنه قيمتي من قيمتك. أفكات، أنت قلي لي شو لازمك وأنا بتكفل بالدفع. أي صحيح صدقتك. قال يعني أنت شايفني ومالك مصدق. بس يا حسرة علي شو معترة، الدلال كله لحبيبة القلب نازلي، والذهب والجواهر للكربوجي نازلي، والمصاري والعز لمعشوقة الفؤاد نازلي، بس أفكات مالا إلا التوافه والسخافات. ليش نسيتي شو جبتلك الجمعة الماضية؟ أولا اشتريتلك بيت لصانعة أمك ومودة خانو، وفتحتلك دكاني ومطعم لعمك جوز أمك زياد بيك، وأخذتلك أرض بالغزلانية لعمتك مكرم خانو، بالإضافة لمصروفك الشخصي ولبسك وبهنكتك وفنجرتك. بقى شو بدك أحسن من هيك أفكات؟ كل هالكلام ما بيفوت بمخي، لأنه أنت صاير تتكارم على الناس بطعمة وبلا طعمة. وإذا ضليت على هالحالة أنا بدي أطلب من السلطان يعمل حجر عليك يا سفيه، ويكف يدك حتى ما يصيبك نوبات الكرم. يا ستي نوبات كرمي عم تروح للناس المستاهلة، يعني يا للدرويش يا للعلماء يا للمشايخ. وأنا شو شايفني بنظرك، درويشة ولا عالمة ولا شيخة؟ هات لشو. لا يا ستي انت كل هدول حاجة بقى بلا مسخرة، ومناولني 200 ذهبة لأنه عندي هدية عرس لبنت اختي صفيناز. تكرم عينك على عيني وراسي، تأمري أمر. والله يا سماح أنا ما راح أنسى جميل الوالي لحتى موت. حق بإيدك، لأنه الإنسان بينذكر بفعله. والينا الله يديمه علينا لما ساعدك وطالع لك أخوك أبو صبحي من الحبس، بيستاهل إن الواحد يدعي له ليل نهار بطولة العمر. إيه بس كمان بمعلومك أخي أبو صبحي مظلوم، وما له بهالتهمة اللي زقوه بظهره لا ناقة ولا جمال. إيه ما اختلفنا، بس ما بدك مين يصدق ويقدر إنه مظلوم؟ يعني واحد غير والينا كان حط المسألة بقفى ظهره، وأخوك أبو صبحي كان تخبي الحبس طول عمره. لك ما بتتذكر يا رؤوف قديش رحت وإجيت وخفقت لعند المتصرف الأكبر طالوش، وشو كانت النتيجة؟ كله على فافوش. صحيح يا سماح، وقت أعطيناه براطيل وأكراميات ورشاوي بحياته ما بيحلم فيها. المهم أنا حاببته كتير لوالينا، وبصراحة له دين كبير علينا. إيه وشو بدنا نساوي يعني؟ قصدي شلون بدنا نرد له المعروف؟ والله ما بعرف شي بيحير يا رؤوف. لازم ناخد له هدية نعبر له فيها عن جميل صنيعه. معك حق، بس بصراحة ما عنا شي نبيعه. لا أول مشكلة إنه الواحد بيحتار شلون بده يتعامل معهم هدول الأغنياء وأصحاب السلطة. يعني هدول لا نقصهم مال ولا نقصهم دعم. مثلا اذا فكرنا نهديهم سجاده، يعني عندهم سجاده بيفرش ساحه المرجي، واذا هديناهم تريا عندهم تريات على عدد شعر راسك وراسي. بقى شلون بدنا نعاملهم؟ والله ما لي عارفان. شوف هو شيت انه نجاريهم ما رح نقدر نجاريهم، بس اذا حبينا نجازيهم بكلمه حلوه طالعه من القلب بنجازيهم. طيب اجتني فكره، بس ما بتنصغري علي. شو هي؟ أنا اليوم اصطدت سمكة كبيرة، ويعني أنا ما في بالعادة يطلع بشبكتي هيك سمكات، لأنه دائماً أنا يا بصطاد سمك صغير يا بلعوط. إيه والمعنى؟ أنا فكري أخذ له هالسمكة لمطبخ الوالي تعبيراً عن امتناننا لفعله. تأخذ له السمكة؟ إيه بقى شو رأيك؟ والله ما بعرف، خايفة تصير قدامه مضحكة. ليش لا تصير مضحكة؟ ما بيكفي إنه هالسمكة طالعة من صميم النوايا الحسنة؟ أنت هيك فكرك؟ إيه أنا هيك فكري. بقومي الله يرضى عليكي لفي هالسمكة بخيش مبلول مشان بكرة من الصباح روح بوشي لعند الوالي. ماشي الحال، والله يعطينا على قد النوايا يا رب. والله يا خسرو الواحد معك بيحتار بأمره. وليش بقى؟ ما بعرف، بس بحسك بتكرهني. والله ما عم يعطيك فرصة لحتى تتخلص مني.
إيه ما في شيء من هاد يا إفكات. قل هو الله أحد. هلأ أنت ليش بتحبي النكاد؟ أنا ما بحب النكاد، بس أنت أخذت لك عقلك الضرة، ومن جهة تانية مزاريبك كلها لبرة، يعني بتكرم القرود أكتر ما تكرمني، ولو بيصح لك تكرم قرود الحرش بتكرمهم أكتر مني. ولك شو أنت ما بتشبعي؟ ولا الله خالقك هيك بتحبي اللعي؟ والله ضرتك لو كانت قاعدة معي لكانت رقصت لي وفقشت لي وجابت الجنة كلها لمخدعي. مولاي خسرو، الصياد رؤوف المعصراني طالب الزيارة والمسؤول. خليه يدخل. تفضل يا صياد. السلام على مولانا الوالي. أهلين بصياد رؤوف، شلونك؟ كيفك؟ هات لشوف. يا سيدي الحمد لله على كل حال، والحقيقة عطفك علينا غامرنا ما في مجال. لا فوق أنا فقير ومعدم، الضربان بيحكي وبيطبل ضهم. هات لشوف يا رؤوف، سمعني طلبك. أعوذ بالله سيدي، أنا ما عندي جنس الطلب، بس الحقيقة أنا جاي أتشكرك على جميل صنيعك لأنك أطلقت سراح أخي أبو صبحي. الله يديمك نصير للأبرياء والمساكين يا رب. هذا واجبي يا رؤوف، واجبي إنصاف الرعية. الله يعزك بعزه يا سيدي، ولهالسبب يا ريت أقبل الهدية مني. هدية؟ يعني هي هدية رمزية، وصحيح هي مو قد المقام، بس يعني هذا اللي بيطلع بإيدي يا مولانا. شو هالهدية؟ هات لشوف. هي يا سيدي. الله أكبر، الله أكبر كبيرة. يا سلام، ما أبدع هالسمكة. أكيد تعزمت بصيدة. يا حرام، يا عيب الشوم منك على هاللبكة. ولو ما في لبك يا مولانا، يعني بس خايف لكون جاوزت حدودي. أعوذ بالله، أصلا أنا من زمان جاي على بالي أكلة سمك. يا حاجي، أمرك مولانا. خذ هالسمكة من رؤوف وعطيها للطباخ أبو معروف حتى يقلي لنا ياها المساء، عندي ضيوف. شو رأيك بهالسمكة الضخمة؟ أنا من أكل السمك صاير معي تخمة. يا رؤوف، خذ هالصرة، اعمل معروف. الله يخلينا اياك يا سيدي، انا بصراحة بتستاهل اكتر من هيك. الله معك. الله يبارك فيك يا مولانا، الله يبارك فيك. شوف هالحيوان، شوف طمرته بمعروفك طمر لهالخسيس، والأفندي دنى نفسه على ذهبه هرت من الكيس. قسما بالله إذا ما بتعاقبه أنا رح أعمل له فنطي يناسبه. حسني نيتك إفكات، وطولي بالك ولا تضوجي. أنا ما بحبك منود لما بتهوجي وبتموجي. يا رؤوف، أمرك مولانا. ليش دنيت نفسك على ذهبه مع انه بكيسك موجود 200 ذهبه؟ لك يعني لو تركت هالذهبه بالارض يمكن يلاقيها شي خدام فقير من خدامنا ويستفيد منها. بقى لشو هالفجعنه؟ ولا ظنيت حالك انك اشتريتنا بهالسمكه تبعتك؟ معاذ الله يا مولاتي، انا ما كنت طمعان ولا مره بحياتي. لكن شو سبب تصرفك؟ فعلا هلا بديت اكشفك القصه. وما فيها مولانا أني أنا شفت رسمك الكريم مرسوم على وش الذهبي، وخفت لشي شخص لئيم يدعس عليه، لهالسبب أخذته. الله أكبر، الله أكبر كبيرة. ولك تسلم لي عينك يا رؤوف، شو إنك أصيل من ظهر أصيل. وبصراحة ما في أحلى من كلامك، وأنا شو ما عملت معك قليل ومن واجبي زيادة إكرامك. خد تعال خد هالكيس التاني وتبحبح، وعمر لك جنب ستاني شي حوش كبير ومسبح، لأنه بالنهاية يا إخواني
يلي عنده نية صافية بيربح. يا سلام. الله يسلمك يا الدنيا يا ابو حمدي. تسلمي تسلمي. حلوة حلوة كثير يا ابو حمدي وفيها مغزى. والعقد بالمعنى الجميل بيكبر وبيتغذى. إيه لك فعلا فوزية. صعيد دية الصياد يعني رمزية بس بتدل على تقدير وعرفان بالجميل وحسن نية. أحسنتي. لك ابو حمدي تشرب أرجيلة. حاكم انت ما بتسلطي لتتحش بتمك شفتي لي حمدي ساوي لابوك ارجيله على راسي. ليش لسه بدكم مني احكي حكايه ولا عوفت المساله؟ لا ما عوفت. يلا احكي لنا كمان. طيب شو رايكم بالاول نغني شي غنيه عربي مسلسل افكاري؟ ايه غنينا غنيه معادل. ايه والله معادل فكره. طيب يلا على عيني وراسي. يا حلو تستمر ولا بتنسحب؟ باطل. شو ينسحب؟ لسه السهره باولها وسهرتنا للصبح ونحن بامر عيونك يا ابو حمدي. العفو يا حبيباتي العفو. هذا يا ساده يا كرام في عندي قصه صغيره جرت عند ابو سعيد صاحب حمام السبع طوالع وهي عباره عن هيك نتفه صغيره يعني بس والله حابب اروي لكم اياها.